إذا سنتعرف على تقنية الضرب. تقنية الضرب، أولا سنبدأ بعمليات ضرب عدد صحيح في عدد صحيح مكون من رقم واحد، وغادي نتعرفوا على التقنية الاعتيادية للضرب في عدد من رقم واحد. إذا غادي نعطيو مثال، مثلا عطيني عدد كيتكون من ثلاث أو أربعة أرقام. نعم، 170، 350، نعم 65. شحال فيها من رقم؟ عطوني عدد فيه ثلاثة الأرقام ولا أربعة الأرقام؟ 600. 5555. ومزيان هاد الأعداد، ولكن عطوني أعداد اللي فيهم أربعة الأرقام مختلفين. نعم 150. اها عدد اخر، مثلا عندنا 3642. هذا العدد في عدد من رقم واحد، مثلا في خمسة. اذا دائما بالنسبة لعملية الضرب القاعدة اللي خصنا نحترمها الوحدات تحت الوحدات، هي كنوضع الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرة، المئات تحت المئات، وحدة الآلاف تحت وحدة الآلاف. بالنسبة لهاد العملية اللي عندنا هنايا، عندنا هاد العدد غادي نضربوه غير في رقم واحد، تال من بعد وعاد نشوفوا التقنية الاعتيادية للضرب عدد في عدد من رقمين. واضح؟ إذا غادي نحاولوا أننا نجزو هاد العملية جماعة. إذا عندنا 3642 في خمسة تساوي، دائما بالنسبة لعملية الضرب كنبدي من اليمين، خمسة في اثنان كم تساوي؟ خمسة في اثنان تساوي عشرة. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، الاحتفاظ كنديره جانبا. واضح؟ إذا 5 في 2 تساوي 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 5 في 4 كم تساوي؟ نعم 20. لا ما ننساش الاحتفاظ، غادي نشطب عليه، غادي نحسبه. إذا تساوي 21. أكتب الواحد وأحتفظ بالاثنان. 5 في 6 كم تساوي؟ 5 في 6 نعم 30. 30 زائد الاثنان ديال الاحتفاظ 32. اكتب الاثنان واحتفظ بالثلاثة. 5 في 3 كم تساوي؟ نعم 15 زائد 3 ديال الاحتفاظ 18. أكتب الثمانية تحت ثلاثة والواحد هنا خانة عشرة الآلاف. إذا أعيد بهذه الطريقة نقدر نقوم بعملية تطبيق التقنية الاعتيادية للضرب لجميع الأعداد اللي كنضربوها في عدد من رقم واحد. يكون عندنا غير رقم واحد، دائما كنبدي من الوحدات، هذا العدد هذا الرقم كنضربه في الوحدات، كنكتب هنايا رقم الوحدات، وإلا كان عندنا عدد قل من 10 كنكتبه هنايا اكثر من 10، او لا 10 كنكتب هنايا الصفر وكنحتفظ بالواحد. واضح؟ كنحتفظ بالعشرات. من بعد فاش كنضرب هاد 5 في 4 اللي عطاتنا 20 كنضيف لها الاحتفاظ. الاحتفاظ عندكم تنساو انكم ما تضيفوش، وفاش كنضيفوه كنشطبوا عليه باش ما نعاودوش نحسبوه مره اخرى. واضح؟ واضح. اذا هاد القواعد خاصنا نحترموهم باش ما نحصلوش على جواب خاطئ. اذا 5 في 4 تساوي 20 زائد واحد الاحتفاظ هي 21،
كتبنا هنا الواحد واحتفظنا بالاثنان. 5 في 6 تساوي 30 زائد الاثنان ديال الاحتفاظ هي 32. كتبنا الاثنان واحتفظنا ب 3. 5 في 3 تساوي 15 زائد 3 ديال الاحتفاظ 18 وشطبنا على 3. واضح؟ جيد. من بعد غادي نتعرفوا على التقنيه الاعتياديه لضرب عدد في عدد من رقمين. واضح؟ عدد من رقمين. جيد.